متكاملا مع سيرنا البطل جعفر عوض الذي ان شاء الله اسرى المرضى داخل سجون الاحتلال، ما يقارب 1000 حالة مرضية ثابتة، منهم في عيادة الرمة 25 حالة مرضية. نحن اليوم أمام الصليب الأحمر من أجل الأسير جعفر إبراهيم عوض من بلدة بيتمر الذي دخل في غيبوبة نتيجة الإهمال الطبي الذي يمارس بحقه من قبل الاحتلال. مطلوب من الصليب الأحمر التدخل العاجل للإفراج الفوري عنه. حالة صحية لجعفر، جعفر كثير تعبان والله، الحمد لله رب العالمين. أول شيء دخل السجن ما كانش فيه ولا أي مرض، بعد شهر 2 أول شيء صار عنده العين اليسرى، فقد عين اليسرى، بعد بفترة صار معه مرض السكري، وصل السكري عنده 550، بعد بفترة قالوا لنا إن صار معه الغدة الدرقية، وآخر إشي وصار عنده التهاب في المريء، هشاشة في العظام، آخر إشي دخل بغيبوبة إلى من 18-12، يعني تقريبا إلى 7 أيام في الغيبوبة، قالوا لنا عنده التهاب رئوي حاد.